ليله اهلاويه قويه والقاضيه الثانيه لقفشه وجماهير الاهلي يعني بتحتفل بشكل جنوني واللعيبه بيحتفلوا بشكل جنوني في الملعب، وطبعا حزن كبير لنادي الزمالك. لكن الحقيقه انه مبروك للروح اللي رجعت، الفرقتين كانوا بيلعبوا بروح كبيره، مبروك عوده الزمالك ومبروك الكاس 39 لجماهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي. وكده تقريبا الاهلي اخذ دوري وكاس، هنشوف بقى يعني ايه هنلعب مين في السوبر. مبروك الكاس طبعا، والاهلي بيواصل انتصارات وابداعات الحقيقه. وامام عاشور يمكن اول تصريحات كانت ليه ان هو كان سخن وما كانش المفروض يلعب الماتش، واخد افضل لاعب في مباراه القمه، فالف الف مبروك. والنادي الاهلي تقريبا النهارده هياخد 950 الف دولار، فمبروك للنادي الاهلي وللعيبه النادي الاهلي، مبروك الكاس ال 39 في تاريخ الاهلي. خلينا ناخد على التليفون استاذ محمد السيسي الناقد الرياضي. مساء الخير عليك، وشايف المباراه ازاي النهارده والاجواء اللي موجوده في المباراه؟ اهلا اهلا بك يا هدير، واهلا بكل الساده المشاهدين. ماتش النهارده كان عنوانه التنظيم، انضباط الفريقين. شفنا روح رياضيه غير مسبوقه كانت بين الاهلي وبين الزمالك على ارض الملعب. شفنا لاول مره ممر شرفي من لعيبه الاهلي لعيبه الزمالك. بنبارك لجمهور النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي، رغم ان المباراه كانت بادئه ضعيفه فنيا. شوط اول كان غايب عنه كل فنيات الكوره، اغلبها كانت كل المباراه محاولات فرديه. لكن الشوط الثاني الزمالك تحسن وتطور مع بدايه الشوط الثاني، لكن للاسف مع اصابه زيزو ونزول شيكابالا، عامل السن كان ليه دور كبير سواء لشيكابالا او لعبد الله السعيد، فكان في مشكله فنيه قابلت جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، قدر يستغلها كولر ورجع بالماتش. التغييرات اللي اتعملت كمان فرقت على طول مع الاهلي. بالظبط بالظبط، هو كان عمرو السوليه استنفذ تماما لانه كان مراقب ثلاث تغييرات مره جداً. واحده يعني بالظبط، قفشه واللعب على النفسيات والحاله اللي بيبقى فيها قفشه في مباريات القمه دايما، واللاعب كان نازل مركز، صنع الجول بتاع امام عاشور الاولاني وهو اللي سجل الثاني، والمفارقه ان الاثنين لعيبه هم واحد صنع والتاني سجل. فدايما الفريق كبير بيعرف يفوق امتى في الماتش، حتى لو كان واحده قدم واحده من اسوأ مبارياته الموسم ده، لكن الاهلي فريق كبير. صحيح، ده لسان حال جمهور الزمالك انه الاهلي ما كانش في مستواه ومع ذلك بيفوز بالمباراه. فزي ما دايما جماهير الاهلي بيقولوا فريق كبير، فريق عظيم، ويعني بيقدر انه يحقق الفارق في النهايه. هو ده اللي فرق النادي الاهلي عن اي نادي عربي واي نادي افريقي، انه في الفرقه الوحيده تقريبا العربيه اللي الواحد شافها في اي وقت وفي اي لحظه بتقدر تستغل الفرصه في أسوأ حالاتها، عارفين ازاي هيكسبوا، ثقتهم في نفسهم، قادرين يتحملوا الضغط الجماهيري. ده للاسف ما كانش عند الزمالك، لما كان عنده فرصه انه يخلص الماتش لعبته خط الهجوم ما كانش موجود، مش مركزين. وللاسف حتى السيناريو اللي حصل بالنسبه لجمهور الزمالك هو كان الكابوس، اللي لو أسوأ واحد عايز يحط سيناريو للمباراة مش هيعمل كده، إن إمام عاشور اللي لسه ماشي من الزمالك هو اللي يجيب الجول، يبدأ وبطل القفشة ممكن هو اللي يسجل الجول الثاني، محمد مجدي قفشة. صحيح، بنبارك لكل جماهير الكرة المصرية ولكل الأهلاوية النهاردة، ليلة أهلاوية بامتياز، ليلة حمراء ومبروك للأهلي إنه حقق الثلاثية، لأن الكاس ده كاس السنة اللي فاتت، فيبقى كده الأهلي حقق الدوري والكاس وكاس السوبر. فالف مبروك لكولر، وكولر اللي لعب اربع ماتشات قدام نادي الزمالك كسب الاربعه، محقق العلامه الكامله، فاظن ان هو هيعيد امجاد جوزيه ويرجع العقده لنادي الزمالك من تاني. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي، ومبروك لامام عاشور يعني لاعب المباراه. والنهارده الحقيقه مبروك يعني عليه 50,000 دولار. صحيح، والاهلي كمان فاز ب 950,000 دولار، فمكافآت ماليه كبيره اكيد، ويمكن ده كان حافز كبير للعيبه يعني. الاهلي ضاعف المكافآت للعيبه على طول بعد المباراه، لانهم قدموا انعاشوا خزنه الاهلي بمبلغ كبير، النادي الاهلي كان محتاجهم، وعلشان يزودوا الصفقات ويقدر يكمل، والنادي الاهلي مسيرته ماشيه ما بيفرقش معاه الكلام. صحيح، ويمكن دايما الاهلي بيضرب المثل بانه العبره بالخواتيم، مهما كان الاداء طول المباراه، لكن الناس مش هتفتكر ان الزمالك كان اداءه كويس طول المباراه، الناس هتفتكر ان الاهلي كسب الزمالك 2-0 لاول مره لما الكاس اتلعب بره مصر.
صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد السيسي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.